يعني يا دكتور، أبرز الاستعدادات المهمة الجديدة اللي هتاخدوها السنة دي في الثانوية العامة للخروج بالامتحانات بشكل آمن وناجح الفترة دي زي السنة اللي فاتت وأكتر إن شاء الله؟ هو كل اللي حصل السنة اللي فاتت تقريبا بنعمله السنة دي، مع زيادة بعض الأمور اللي إحنا من خلال التطبيق العام الماضي احتاجنا أو لاحظنا إن إحنا في احتياج منها. فمنها مثلا السنة دي إن شاء الله تركيب الكاميرات في بعض البلدان اللي محتاجين فيها تركيب كاميرات، زيادة التأمين من الداخلية أو القوات المسلحة على بعض البلدان، وهذا العام سيسمح للشرطة في حالة المدير رئيس اللجنة أو العضو القانوني محتاج الشرطة هيستدعيها. عايز أقول للطلبة أولادي إن بعض الشؤون القانونية يملكون ضبطية قضائية، ودي واحدة من الحاجات اللي لازم الناس تكون عارفاها. القانون 73 المعروف للدنيا كلها، أنا والله والله كم مرة أنا لا أريد أن أتحدث هذا الأمر، عايز يبقى فيه حاجة ذكية كده طالعة من الداخل، الحرص على ما يبقاش فيه غش تحت تكافؤ الفرص. وانا عايز اقول اللي بيغش وبيجيب نتيجه هو نفسه مش هيفرح بيها ولا هينجح في المستقبل. وانا دايما بنقول ان القفز على النتائج لا معاناه لها. الطالب اللي اشتغل وذاكر وجاب درجه مجهوده لذتها وحلاوتها بالنسبه له احلى 1000 مره من الطالب اللي بيغش عشان يجيب درجه اللي قد تضره بعد ذلك في حياته. عايز اقول لاولياء الامور والطلاب ليس حصولك على درجه عاليه هي نهايه المطاف، ولكن قد يكون يعني ليس نجاحك في الحياه اساسا هو اللي انت تحصل على درجه عاليه. زياده افراد الامن طبعا دي موجوده زودناها هذا العام مع العصايه الالكترونيه. الحاجه الاهم بقى وهي صحه الغش، احنا عندنا هنا فريق الغش الالكتروني موجود بيطلع لنا تقارير، بنتواصل على طول مع الداخليه وبتاخد الاجراءات، وبالفعل تم يعني تم التعامل مع بعض.